تعيش الأبقار في مصنع بلدنا للألبان في قطر في بيئة مكيفة، في مشهد يعكس الإجراءات التي قامت بها قطر لمواجهة ما تصفه بالحصار الاقتصادي الذي فرضته دول مجاورة بقيادة السعودية، اتهمت الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة، وهو ما نفته الإمارة الغنية بالغاز. واستوردت الدوحة أبقارا نقلت جوا من مختلف أنحاء العالم. استثمرنا كثيرا في هذا المجال بدعم من الحكومة بالطبع، فقد أمننا الأراضي من خلال الحكومة التي دعمتنا من اليوم الأول، لأننا في نهاية المطاف نخدم أهدافها لتحقيق الاكتفاء الذاتي على هذا الصعيد. وتلبي الشركة اليوم أكثر من 90% من احتياجات الألبان في الإمارة الخليجية الصغيرة من مزرعتها التي تبعد 55 كيلومتراً شمال العاصمة الدوحة، وستنهي المزرعة هذا الأسبوع إدراج 75% من أسهمها في بورصة الدوحة، ما سيسمح للمستثمرين القطريين كباراً وصغاراً بامتلاك جزء من الشركة.